يدشن مجلس الوزراء المصري منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة، منصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية. تستعرض أهم ملامح وثيقة ملكية الدولة ودور صندوق مصر السيادي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. تستهدف المنصة تعزيز آليات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص بمشاركته في صنع السياسات الاقتصادية وتوعيته بإصلاحات بيئة الأعمال، وكذلك توثيق جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوثيقة. تتضمن المنصة مجموعة من دوائر الحوار: سياسة ملكية الدولة، الأهداف والموجهات الأساسية للوثيقة، منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة، صندوق مصر السيادي، تعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، الإطار التنفيذي لسياسة ملكية الدولة للأصول. لتمكين مجموعة من الخبراء والمتخصصين من مشاركة آرائهم ومقترحاتهم حول محاور عمل الوثيقة من خلال الدخول على المنصة، ويمكن للخبراء أيضاً المشاركة في الحوار في العديد من القطاعات كالتعليم والصحة والزراعة والاتصالات وغيرهم، كما يمكن للمواطن متابعة مستجدات وتوصيات الحوار على المنصة. تتيح المنصة أيضاً مركزاً للمعرفة يشمل جميع الوثائق والإصدارات المستخدمة في إعداد وثيقة ملكية الدولة، كما تتضمن المنصة كل الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالوثيقة وبحوار الخبراء للخروج بتوصيات ونتائج تنشر على المنصة. منصة حوار الخبراء انطلاقة قوية نحو تعزيز الإصلاحات وتحفيز الاستثمارات بالتواصل والتمكين والمشاركة. يمكنكم زيارة المنصة عبر الرابط التالي www.eparticipation.idsc.gov.eg.